بنيزناس وشمال إفريقيا وبعض المناطق في العالم، هل يجوز بناء على المقابر وزيارتها؟ كيف بدأت هذه العادة من الانتشار بين المجتمعات وتطورت الفكرة حتى وصلت وقت موسى عليه السلام؟ وما علاقة الكلمات المتداولة التي نسمعها مثل أبردي أناري اليوم؟ إن كنت أول مرة تشاهد الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وتفعيل زر الجرس والإعجاب، تعليقك يهمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المرة من أكبر القبائل بجبل بنيزناسن ألا وهي قبيلة بني وريمش، نقدم لكم بعض المعلومات التي يجهلها الكثيرون ويعتقدون غيرها. من الأضرحة التي مررنا عليها في رحلتنا نجد سي موسى موشي وسي حمو سي عمر سي مهدي سي اسماعيل أو اسماعيل، ونقف عند هذا الاسم سا صموئيل أو اسماعيل. وكما نعلم أن في الدين الإسلامي لا يجوز البناء على القبر أو تزيينه أو زخرفته، وأحكي لكم اليوم قصة بناء الأضرحة وكيف انتشرت بجبال بنيزناسن وشمال إفريقيا وبعض المناطق في العالم. قصة أهل الكهف هي المبنى والمعتقد. يقول الحق سبحانه بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكان بنو إسرائيل إذا أرادوا التعبد والزهد اتخذوا بيتا معزولا عن العالم الخارجي، الخلوة أو الاختلاء في الإسلام، وكما فعل العابد جريج تصغير جورج. وبدأت هذه العادة من انتشار بين المجتمعات وتطورت الفكرة حتى وصلت وقت موسى عليه السلام، فأصبحت صروح قصور وأبراج، وهناك بلغ العلم ذروته. ومع مرور الزمن انتشر بنو إسرائيل في العالم وتفرقوا، حتى وصل بعضهم لشمال إفريقيا فاختلطوا بالأمازيغ فكانوا أسر وعاشوا الرفاهية وعاشوا طقوسهم. ولا عجب أن بعض الأمازيغ تهودوا بعد أن كانوا وثنيين، ومنهم من كان يعبد حالة الطقس، البرد، الحرارة، الريح. ولا زالت بعض الكلمات نسمعها مثل أبردي أناري. ولكن بعد الفتوحات الإسلامية انتشر الإسلام والسلام، ولكن بقي الاحترام والتقديس لأهل العبادة والعابدين وأهل الجاه والسلطة. كلما مات أحدهم بنوا عليه ودفنوا معه ما كان يمتلكه. ولا تتعجب أخي القارئ أختي القارئة حين تسمع أن أغلب الأضرحة بجبال بنيزناسن أصلهم يهود، الأدارسة هم فئة قليلة ولا يمكن أن تجد عدد أهل البيت أكثر مما في بلاد البيت. ومن أسماء اليهود نجد إسماعيل، يعقوب، يحيى، موسى، عمران، من خواطر الرحالة يحيى وسفيان. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون القربة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسن مستقرا ومقاما قل ما يبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبت فسوف يكون لزاما.
ذلك ثوابا والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويدخل فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون القربة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسن مستقرا ومقاما قل ما يبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لقد كذبتم فسوف يكون لزاما الفخور يسرفوا ولم يفطروا وكان من ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويدخل فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون القربة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسن مستقرا ومقاما قل ما يبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لقد كذبتم فسوف يكون لزاما